مهرجان تنشيطي للمزارع، للمتاجر اللي هي إلكترونية أو عادية. عندنا أفضل الأنواع اللي هي العنبر. العنبر طبعا جودته عالية جدا، بس قلته بسبب الفسائل، وقت زراعها نجاحها قليل، عشان كده تلقاه نادر في السوق. طبعا المدينة كمان مشتهرة بالعجوة، هذه العجوة وهذا المجدول، هذا نوع جديد داخل على المدينة، وهذا السبع. طبعا لو تيجي تنظر للعجوة بعض الأحيان تيجي لها أشكال وأنواع على حسب موقع النخلة، على حسب ما هي تكون رويانة أو لا، على حسب اللي هو موسم تدبيرها هل كان جيد أو لا. الهدف من هذا المهرجان إظهار تمور المدينة المنورة وإبرازها للعالم بشكل عام. وطبعا التمور فيها كذا نوع، فيها الصفاوي، فيها العنبرة، في يعني منتجات المدينة كلها. الموجودين هنا كلهم رواد أعمال نصدر خارج المملكة في أكثر من دولة، في سنغافورة، في لندن، في الهند، في الهند، في أمريكا. هذه طبعا منتجاتنا، منتجات المدينة. هذه الصفاوي، هذا السكري، هذا العجوة، هذه العجوة على شكل هدايا، على كل عدة 7 حبات.